أهلا بكم في السلطة الرابعة، والذي نستعرض فيه دوما أبرز ما تداولته الصحف المحلية والعالمية والمواقع الإخبارية. إلى العناوين: في اليمنت، الإمارات تهدد بتعيين طارق صالح حاكما عسكريا في الساحل الغربي لليمن. في صحيفة الشرق الأوسط، قمع ومساع حوثية لتثبيت أقدام الانقلاب. وموقع ميدل إيست أي البريطاني يتساءل: لماذا يزداد قلق إسرائيل من الوضع في اليمن؟ البداية من موقع اليمنت الذي انفرد بتقرير قال فيه إن مسؤولان حكوميان قالا بأن دولة الإمارات تضغط على المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية ليكون طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق جزءا من أي مشاورات أو مشاورات عفوا مع الحوثيين، وهددت بإعلان طارق صالح حاكما على الساحل الغربي وجنوب تعز إذا لم يتم تضمينه كطرف مؤثر في إنهاء الحرب باليمن. إذن قال المسؤول الأول لليمن نت إن أبو ظبي أبلغت السعودية بنيتها إعلان القوات المشتركة التابعة لطارق صالح في الساحل الغربي كسلطة أمر واقع بدعم وتأييد من كتائب أبو العباس، وستكون سلطته ممتدة إلى تخوم الحديدة وتستقر في المخا. لم يتمكن موقع اليمن نت من الوصول إلى طارق صالح أو كتائب أبو العباس للحصول على أي تعليق. وقائد كتائب أبو العباس عادل فارع ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية والخليجية، لكن أبو ظبي تستمر في دعمه بالسلاح والمال. وحسب المصدر في السلطة المحلية في تعز، فإن أبو العباس سيحاول الانتقام بعد إخراجه من المدينة القديمة في تعز عقب تحويلها إلى وكر للإرهابيين والمتطرفين. مرصد الألغام في اليمن كشف عن مقتل أكثر من 400 مدني جراء الألغام فقط التي زرعتها ميليشيا الحوثي في تعز منذ العام 2015. وفقا لموقع المصدر أونلاين، فقد قال المرصد اليمني للألغام في إحصائية حديثة نشرها على حسابه فيسبوك إن تعز أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام، ما تسبب في إعاقة المشاريع الاقتصادية والزراعية وموجة نزوح كبيرة للسكان. أضاف المرصد أن ضحايا الألغام في تعز منذ 2015 وحتى اليوم بلغ نحو 484 قتيل مدني، توزعوا بين 162 طفل و117 من النساء و205 قتلى من الرجال. أشار التقرير إلى تعرض 1245 آخرين لإصابات وتشوهات وإعاقات، منهم 287 طفل و193 امرأة و765 رجل، لافتا إلى أن الحوثيين استخدموا في تعز تقنيات حديثة من الألغام ذات شظايا تعمل بالمتحسسات الضوئية والكهربائية الحرارية. قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن حملة ميليشيا الحوثي في صنعاء لمنع تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية. كذلك طالبت المنظمة في بيان حصل موقع العاصمة أونلاين على نسخة منه بتحييد قوت الشعب وحقه في العيش الكريم وعدم استخدامه كوسيلة لحصار الآخر. أوضحت المنظمة أن استغلال ميليشيا الحوثي للحملة التي شنتها ضد العملة الوطنية وتشنها بإجبار المواطن على تفعيل خدمات ثلاث جهات مصرفية تابعة لها من أجل خلق نقد يدعمه وهما إلكترونيا غير قادر على تعويض الريال الإلكتروني بريال ورقي، وهو استغلال بشع بحسب البيان. أشارت المنظمة إلى الانعكاسات المترتبة على الخطوات التصعيدية للحوثيين على الاقتصاد وتفاوت قيمة العملة وارتفاع عمولات الحوالات النقدية، وهي بمجملها انعكاسات تضاعف من معاناة المواطن وتضر بالاقتصاد الوطني. نعيش في خوف وقلق ولا طاقة لنا للمعاناة مع أي مرض جديد.
يوم كوليرا ويوم إنفلونزا الخنازير وغيره. هكذا تقول أسماء أحمد للموقع بوست التي تعيش في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. المخاوف من ذلك الفيروس يشير الموقع في تقريره إلى أن تلك المواقف لم تعد تقتصر على صنعاء وبعض المحافظات المجاورة لها فقط، فمع دخول فصل الشتاء انتشر الفيروس المعدي إلى محافظات جديدة. أعلن وكيل وزارة الصحة في حكومة الحوثيين محمد المنصور وفاة 94 شخص بوباء H1N1، بينما أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في صنعاء أنه جرى تسجيل 6945 الأوسط و 2.6 مليون من الحالات على مستوى العالم. في تعز قال مكتب الصحة بالمحافظة أن هناك 4 وفيات من المواسط وشمايتين وحالة من ماوية، كانت الأعراض عليهم كسعال وارتفاع شديد في الحرارة وسعال مدمم ثم الوفاة، لكنه أكد أنه لم يتم التأكد من أن تكون سبب الوفاة إنفلونزا الخنازير، مطالبين بإرسال محاليل لهم لفحص المصابين والتأكد. وفي مواقع التواصل الاجتماعي قال رئيس الهيئة التنفيذية للتحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية عدنان العديني أن المناضلين الوطنيين كالشهيد جار الله عمر والمختطف محمد قحطان قاوما تجميد السياسة وتعطيلها. أضاف العديني كذلك في منشور له على فيسبوك تعليقا على صورة تجمع السياسيين عمر جار الله وقحطان في الذكرى 17 لاستشهاد الأول، أضاف: علينا اليوم من أجلهما وأجل بلدنا أن نحافظ على المشروع الوطني ونقاوم إغراقها في وحل المناطقية التي لا تظهر إلا بقدر ما تخفي اليمن أوضح أن مقاومة هذا الاتجاه ورفضه هو الذي يضمن استمرار جار الله عمر وقحطان فينا، مشيرا إلى ما تعرض له جار الله عمر من قتل وما تعرض له محمد قحطان من اختطاف، لافتا إلى أن الأخطر هو ما يتعرض له مشروعهما من تجريف. إلى الصحف العربية، حيث عنونت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها انتهاكات بالآلاف خلال عام 2019 وتجريف للاقتصاد واعتراف علني بولاية المرشد الإيراني علي خامنئي. إذن بيّنت الصحيفة في تقريرها إلى أن اللافت في سنة 2019 بأن الجماعة الحوثية والنظام الإيراني على حد سواء لم يعودوا يتحرجان من العلاقة القائمة بينهما، علاقة التابع والمتبوع، بل خرجت إلى العلن من خلال اعتراف إيران رسميا من انقلاب الجماعة على الشرعية وقيام الجماعة بتعيين سفير ينتحل صفة السفير اليمني في طهران بعد أن قام نظام ولاية الفقيه بتسليم المقرات الدبلوماسية لمندوب الجماعة إبراهيم الديلمي. اقتصاديا كذلك تشير الصحيفة إلى أن الميليشيات الانقلابية استمرت في اتباع سياساتها الرامية إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن للأموال بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق عائدات الضرائب والجمارك والزكاة والاتصالات التي تتحكم بها مركزيا من صنعاء، إلى جانب فرض ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولا إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم. تدخل الحرب الدائرة في اليمن عامها السادس وسط تردي الوضع الإنساني والدمار الذي لحق بالبلاد. وخلال عام 2019 انتشرت أوبئة وأمراض جديدة فاقمت من معاناة اليمنيين في ظل استمرار تردي الحالة الاقتصادية وارتفاع معدل الانتهاكات. ظهرت خلال العام الخامس من الحرب إنفلونزا الخنازير وانتشرت بشكل لافت في تعز وصنعاء، وبحسب إحصائيات كشف عنها الناطق الرسمي لوزارة الصحة التابعة للحوثيين يوسف الحاضري للجزيرة نت، فقد وصلت حالات الإصابة والاشتباه بهذه الإنفلونزا إلى أكثر
من 650 حالة توفي منها 125 حالة في عموم المدن اليمنية. يؤكد كذلك توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات والتي مقرها في جنيف أن الوضع بالجنوب في عام 2019 استمر على ما هو عليه في عام 2018 دون تحسن، وأصبح الوضع أسوأ من سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على مدينة عدن في العاشر من أغسطس آب 2019، حيث ازدادت حالة التهجير القسري على أساس الهوية التي طالت أكثر من 2000 مواطن من أبناء الجنوب. يرى الكاتب الإسرائيلي يوسا ميليمان في مقاله الذي نشره موقع ميدل إيست أي البريطاني، يرى بأن الهجمات على شركة النفط السعودية أرامكو وتغلغل إيران وحزب الله في شبه الجزيرة العربية جعل الإسرائيليين يتساءلون عن ما إذا كانوا سيصبحون في وقت قريب الهدف القادم. أفاد ميليمان في مقاله بأن التطورات الأخيرة المثيرة للاهتمام التي أحاطت بإيران واليمن لا تتوقف عند التقييم الأمريكي، وقد حددت مصادر للاستخبارات الغربية التي أشارت إليها الصحيفة الاستخباراتية الفرنسية انتليجنس أونلاين قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال رضا شاهي في اليمن. أضاف الكاتب أن خامنئي وقادته العسكريين يحاولون طمس وإخفاء التورط الإيراني في اليمن، لكن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية تمكنت من جمع أدلة كافية لإثبات العكس. وفي الواقع يشكل الوجود الموسع لفيلق القدس وحزب الله في اليمن مصدر قلق عميق للاستخبارات الإسرائيلية وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويذكر بأن نتنياهو قد صرح مرارا وتكرارا بأن إيران تنشر الصواريخ في اليمن التي تشكل تهديدا للسعودية وإسرائيل على حد سواء. وفي الختام أترككم مع هذا الكاريكاتير.